رب العباد سبحانه وتعالى. إذا قدرت وخفت مقام الله عز وجل يعطيك الله على قدره. فالعبد يسأل الله عز وجل وينتظر فضل الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعطيك على قدر سؤالك، لا، الله يعطيك على قدر عطائه هو، الله يعطيك على قدر عطائه. وإلا لو أعطاك على قدر سؤالك لمت الساعة. هل أنت تقول يا رب ارزقني النوم، وارزقني أثناء النوم التنفس الصحيح شهيقا وزفيرا، واجعل يا رب القلب لا يتوقف أثناء النوم، واجعل يا رب المعدة تهضم الطعام الذي أكلته الآن منذ لحظات وأنا نائم، واجعلني يا رب لا أضع يعني يدي في أو إصبعي في عيني حتى لا أفقاها وأنا غير منتبه وأنا نائم. أنت لا تدعو بكل هذه الدعوات، لكن يرسل الله عليك حفظة من فضله ومن كرمه ومن جوده. فاعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى عندما تدعوه ادعوه دعاء مستجدي لا دعاء مشير.